أقول للمسلمين، أقول للموحدين بالله، متى آخر مرة سمعتم أن كافرا قتل كافرا؟ حدثوني، متى آخر مرة سمعتم أن كافرا قتل كافرا؟ ولكن ليس في أخبارنا إلا مسلم قتل مسلم، ولا تسيل الدماء إلا في أوطاننا، وفلان قتل فلان من أجل مال، فلان قتل فلان من أجل مبلغ. يا لأتفه الأسباب التي تزهق فيها الأرواح! أليس دم المسلم على المسلم حرام؟ والله إنني لا أتكلم إلا لحرقة في قلبي، ونحن كل يوم نودع الناس الذين يقتلون، أبرياء، والله أبرياء. والرجل يقتل ويترك 3 أبناء و4 أبناء و5 أبناء. بالله عليكم، جرائم القتل التي انتشرت، هل هي جرائم قتل قتل فيها مقتول أو قتل فيها قاتلا؟ هل هي من أجل الجنة؟ أنقاتل بعضنا اليوم؟ أنقتل بعضنا البعض من أجل الدين؟ لا والله، كله من أجل الدنيا. كفى 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 أيها المسلمون! ألستم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال لزوال الدنيا أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم؟ واليوم الأخبار كلها إراقة دماء مسلمين، لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا. هل هناك أعظم من أن تهدم الكعبة؟ يا من صوبت سلاحك أو سكينك، يا من صوبت عصاك أو ما تملك من أدوات القتل لتقتل رجلا بريء من أجل دنيا فانية، أن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم؟